السلام عليكم أخوات. اليوم جبنا مقبلة أو طبق كما حبيتي انتي تقدميه لسيدنا رمضان إن شاء الله. واحد هكذا يوجد هكذا بعض الأفكار. أنا متعودة ندير هاد الطبق ولا كمقبلة، تنجمي ديريها فيك متيت صوص هكذا بلانش، ولا تقدري تحطي هكذا كمقبلة. أنا نحطو بزاف كمقبلة. نبدأ على بركة الله، واقتصادي جدا، ما ياخذ وقت ما والو. نبدأ على بركة الله. أنا هنا عندي صدر تاع دجاج نحيتو من العظام هكذا قطعتو، عندي ربطة تاع معدنوس قطعيها هكذاك عشوائي، ما حبيتش نقطع البصل حتى تشوفوها. عندي هكذا حبة بصل دوك نقطعها تاني، حبة إلى زوج حبات بيض، وعندي واحد مغرفة زوج مغارف تاع لاشابلوغ. اما بالنسبه للتوابل هما الاهم في هاد المقبله، هي ركزوا مليح فيهم. هاوليك التابل تاع الدجاج، عندي ملح ما تملحيش بزاف باسكو التوابل هادو فيهم الملح، عندي شويه ملح، سكنجبير، كركم، ثوم غبره ولا ما عندكش موش متوفر عندك دي ثوم سنينه تاع ثوم، عندي فلفل الكحل. هاوليك عندنا المعدنوس هنا نميكسي شوية هكذا نرفعو، دوك نزيد شوية معدنوس ونكمل التوابل. سمحوا لي على الصوت، هنا رحيتو شوية باش البصل يهبط لي. دوك نديرو المعدنوس، نديرو التوابل تاعنا، نديرو مغرفة كبيرة تاع لاشابلوغ، ندير زوج زوج مغارف تاع لاشابلوغ، نزيد دوك انا حبة بيض ونشوف الى زيد التانية ولا لا. لا انا هنا جاب لي ربي نزيد حبة بيض، صافي هنا درنا زوج حبات بيض. هذا ما ديريش جوج حبات بيض على ضربه، ديري بالحبه باسكو انا كان البيض تاعي صغير حجم صغير بزاف باش درت زوج. انت ديري بالحبه، لازم تكون هكذا اون بات عجينه تقدري تخدمي بها. انا درتهم في الكيسان هكذا كيما راكو تشوفو جوطابل، هم متواجدين في السوق على الحجم اللي حبيتيه. انا خيرت هذا الحجم الصغير، هذه هي. وبالنسبه ندهنهم بشويه زيت، كما تعرفوا الزيت يعطي تحميره ويعطي ذوق للدجاج كي ندخلوه الكوشه. هذا هو لو بوت تاعو علاش درت الزيت. ونحكموا يدينا فيها الزيت، تحكمي هكذايا كره ديريها هكذايا، من بعد تزيدي الزيت، من بعد تبداي تشكلي هكذايا تكشر اكيد تخوي هكذا. دوك انا نكمل الكميه كاع تاعي. هاوليك اخوات راني كملت كاع الكميه كيما راكو تشوفوا، الله يبارك يقطع. سورتو الا درتهم هكذا في اكواب صغار، هاوليك سي دي جاتاب باقا شعل على اعلى درجه. دوك ندخلهم على الرف الوسطاني، ياخذوا تحميره هكذا يبان لك بلي طاب تشوفيه، ومن بعد نوريكم في صحن التقديم ان شاء الله والتزيين تاعو كيفاش يكون ان شاء الله اخوات. وما تنساوش ديروه على 180 درجه في درجه متوسطه تاع الكوشه تاعك، كل وحده وكوشتها. هاملك الاخوات كيما راكو تشوفوا انا خرجتهم من الكوشه وراني قليت البطاطا. يتنحاو لك فاسيلمون كي تشوفيهم هكذا خداو لك يندوغيغ هكذا تحميره هكذا كيما راكو تشوفوا، شكشي تنحاو فاسيل، حاجه سهله يتنحاو لك. هاوليك ياخذ هكذا تحميره، انت عاودي نحيهم كاع تكملي كوبلي، عاودي حطيهم هكذايا على على قفاهم بالمقلوب، وعاودي دخليهم الكوشه، عاودي شعليهم غير من الفوق باش ياخذ هنا برك تحميره، يعاودو برك ينشفوا لك شويه برك. هذه هي. ومن بعد هاديك كوش تاخدي بطاطا مقليه كيما راكم تشوفوا، حنا نعيطو لهم اكواب دجاج. هيا واش راح ندير لهم، انا شعلت الكوشه من الفوق نعاود نرجعهم الكوشه. واش ندير؟ راح ندير نغطيهم شويه فرماج، يجو ما شاء الله يجو روعه. علاش قلت لك انا نحطهم مقبله لولادي؟ دوك انا نعاود ندخلهم الكوشه ياخذوا برك هكذا الفرماج، يدو برك هذا ما كان ما ياخذ لا تحميره لا والو. ونعاود نوليكم في صحن التقديم ان شاء الله. هاملك الاخوات في صحن التقديم اخر مرحله كيما راكو تشوفوا، نتمنى ان شاء الله تجربوهم بعد ما خرجتهم من الكوشه. هاوليك الفرماج غير يدوب شويه ماشي حاجه باش يعطي برك هذيك الذوق تاع
كيما ولادنا يحبوا لك الكاتشاب ولا المايونيز تقدري ترافقيهم هكذاك، باسكو هذيك مقبله في بلاصه في رمضان ان شاء الله، في بلاصه البوراك ولا دي ميني بيتزا. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، ديروا لي لايك وتعليقات وبارطاجيوه اللي تعم الفائده ان شاء الله. واللي ما تعرفش القناه تاعي قناه وصفات وادواق، تزيد تقول لخوتها لحبيبتها العائله اللي تعم الفائده ان شاء الله، بارطاجيو ان شاء الله. دي فيسبوك، راني حلاتو فيسبوك على حسب الاسم تاع قناه تاعي تاع اليوتيوب، ما عليها غير تجي مرحبا بها. رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الملتقى ان شاء الله في قناه وصفات وادواق. سلام. ممكن الاخوات هاد الاكواب الدجاج ترافقيهم افيك اون صوص ولا مملحات على شكل مهرس، ترافقيهم افيك اون صوص بلونش. تاخدي اي كركسه اللي عندك، جناحتين ولا سله، المهم باش تطلق البنة برك. تاخديهم تقليهم بشويه بصل ونفس التوابل اللي درناهم في الدجاج ديريهم في المرقه تاعك، وتمرقي حوالي جوج كيسان تاع ماء، وديري جوج كي يغلي بطبع عينك ميزانك طابلك هذيك لاكاركاس تاعك، تنحي شويه مريقه تاعك، ديري حوالي جوج مغارف صغار تاع فارينه، ما تكتريش باش ما تجيكش ريحه الفارينه بزاف. تحرحريها هكذا في المريقه، تعاودي ترديها للمريقه تاعك البيضه، طفي عليها. ومن بعد تيك تاخدي شابينيون تقليه في شويه زبده، تقليه بطبع، من بعد عاودي ارميه في المرقه وخليها يغلي لك غليه مره ولا زوج، طفي عليه وترفقيه مع الاكواب تاعك تاع الدجاج هذه اللي حبت بالمريقه، ما تحبهمش هكذاك ناشفين. بالنسبه ولا حبيتيهم بالفيونداشي نفس الطريقه اللي درناهم، نديروا الفيونداشي هكذاك خضوره ترميهم في المريقه تاعك، ونفس العمل اللي يخدم اللي قلت لكم عليها، وتحضريهم ترافقيهم مع اكواب تاع الدجاج ان شاء الله، يجوا ناشفين كمقبله، يجوا بنان، وافيك اون صوص يولي كطبق مرافق مع الشربه ولا حريره انت واش ديري الأخت الفضيلة. هذه هي، إن شاء الله تجربوهم.